السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. تكملة لموضوع السمنة، ندخل اليوم في فقرة جديدة بعنوان أسباب السمنة. من أسباب السمنة نمط الحياة السكوني. يلعب نمط الحياة السكوني دورا في توليد السمنة، حيث أن هناك تحولا عظيما عبر أرجاء العالم أجمع نحو عمل يتطلب مجهودا بدنيا أقل، حيث لا يقوم ما لا يقل عن 60% من سكان العالم حاليا بأداء المران الكافي. والسبب الرئيسي في هذا هو الاستخدام المتزايد لوسائل النقل الآلية وشيوع استخدام التقنيات الموفرة للمجهود بصورة أكبر داخل المنازل. أما بالنسبة للأطفال فقد ظهر انخفاض في معدلات المجهود البدني نتيجة للإقلال من السلوكيات المشي وممارسة التربية البدنية. هذا بالإضافة إلى أن الأرقام الخاصة ببذل المجهود البدني في أوقات الفراغ حول العالم ليست واضحة، حيث تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن الناس في جميع أنحاء العالم يمارسون بصورة أقل الأنشطة الترفيهية النشطة، في حين أثبتت دراسة من فنلندا زيادة في هذه الممارسات، أو أفادت دراسة أخرى أيضا في الولايات المتحدة أن النشاط البدني في وقت الفراغ لم يتغير تغيرا ذا دلالة واضحة ملموسة. وتوجد علاقة بين الوقت المستهلك في مشاهدة التلفاز واحتمالية الإصابة بالسمنة عند كل من الأطفال والراشدين، حيث أوضحت نتائج دراسة من وراء تحليلية كانت قد أجريت عام 2008 أن 63 من أصل 73 دراسة، وهي 86%، نبهت إلى ارتفاع معدل السمنة لدى الأطفال مع زيادة مشاهدة الوسائل الإعلام، حيث تزداد المعدلات طرديًا مع زيادة الوقت المستهلك في مشاهدة التلفاز. أيضًا من العوامل وهي الوراثة، مثلها مثل الكثير من الحالات الطبية الأخرى، تعد السمنة نتيجة تداخل وتفاعل العوامل الوراثية والبيئة معًا، فتعدد أشكال الجينات المتحكمة في الشهية والتمثيل الغذائي يجعل من الفرد عرضة أكثر للإصابة بالسمنة إذا ما توفرت له سعرات حرارية كافية. فمنذ عام 2006 تم الربط بين أكثر من 41 من هذه الأشكال الجينية المختلفة والإصابة بالسمنة عند تواجد بيئة مناسبة، وتختلف نسبة الإصابة بالسمنة التي يمكن أن تعزى للعوامل الوراثية باختلاف الأفراد موضع الدراسة من 6% إلى 85%. تعد السمنة سمة أساسية في الكثير من المتلازمات مثل متلازمة برادر فيلي ومتلازمة بارديه بيدل ومتلازمة كوهين ومتلازمة مومو. أحيانا يستخدم مصطلح السمنة اللامتلازمة بهدف استثناء مثل هذه الحالات. وفي حالة الأفراد المصابين بالسمنة المفرطة في مرحلة مبكرة والذين تم تشخيصهم عند سن العاشرة وزيادة مؤشر كتلة الجسم بثلاثة انحرافات معيارية عن المؤشر الطبيعي، فإن 7% منهم فقط يعانون من نقطة تحور واحدة في الحمض النووي. كما أيضا توصلت الدراسات التي ارتكزت على أنماط الوراثة بدلا من جينات بعينها إلى 80% من ذرية أي أبوين يعانيان من السمنة جاءت مصابة بالسمنة أيضا. ومن ناحية أخرى فإن أقل من 10% من ذرية أي أبوين يتمتعان بالوزن الطبيعي جاءت مصابة بالسمنة. تطرح فرضية الجين المزدهر ذلك الافتراض بأن جماعات عراقية بعينها قد تكون أكثر عرضة للإصابة بالسمنة في بيئات متكافئة. إن قدرتهم على الاستفادة من الفترات القليلة لتوافر الغذاء من خلال تخزين الطاقة في صورة دهون تكون لها فائدة كبيرة في الأوقات التي يتوافر فيها الطعام بدرجات قليلة،
حيث تزداد احتمالية نجاة الأفراد الذين يمتلكون كما أكبر من الدهون خلال فترات المجاعات. على الرغم من ذلك، فإن هذا الميل للتخزين الدهون قد لا يكون مناسبا في المجتمعات التي تمتلك مواردا دائمة للغذاء. هذا أيضا وهو السبب الذي يفترض أنه وراء وصول هنود البيما الذين نموا في بيئة صحراوية إلى أعلى معدلات للسمنة عندما تعرضوا لنمط الحياة الغربي. بالنسبة للأمراض البدنية والنفسية، ظهرت أيضا بعض الأمراض العقلية والبدنية بالإضافة إلى بعض المواد الدوائية المعينة يمكن أن تزيد من احتمالية الإصابة بالسمنة. تشتمل الأمراض البدنية التي تزيد احتمالية الإصابة بالسمنة على متلازمات جينية نادرة بالإضافة إلى بعض الظروف الوراثية المكتسبة، ومنها قصور الدرقية وفرط نشاط قشر الكظر والتي يطلق عليها أيضا متلازمة كوشنغ، ونقص هرمون النمو، واضطرابات الأكل والنهام عصبي، ومتلازمة الأكل الليلي. على الرغم من ذلك، فلا ينظر إلى السمنة على أنها اضطراب نفسي، لذا فهي ليست مدرجة ضمن الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية. هذا وتتزايد مخاطر الإصابة بالسمنة والبدانة بين المرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية دون غيرهم من الأفراد الذين لا يعانون منها. كما أيضا قد تتسبب بعض العقارات في زيادة الوزن أو التعرض لتغييرات في تكوين الجسم، وهذه الأدوية تشتمل على الأنسولين وسولفونريا والثيزالندريون ومضادات الدهان الغير نمطية ومضادات الاكتئاب والمنشطات، بالإضافة إلى بعض المضادات ومنها الفينتوين والفالبرويت وكذلك البيروتيوفين وبعض صور وسائل منع الحمل الهرمونية. بالنسبة للمحددات الاجتماعية، في حين تلعب التأثيرات الجينية دورا هاما في تفهم السمنة، إلا أنها لا تستطيع أن تفسر الزيادة الكبيرة الحالية والملاحظة في دول بعينها في أنحاء العالم أجمع. على الرغم من أنه من المقبول أن تناول السعرات الحرارية بشكل أكبر من استهلاكها داخل الجسم البشري يؤدي إلى السمنة على مستوى الأفراد، إلا أن سبب هذه التحولات فيما بين عامي التناول والاستهلاك على المستوى المجتمعي ما زال في محل نقاش وجدال. هناك عدد من النظريات تدور حول ذلك السبب، بينما يظن أغلب المختصين أن السبب هو مجموعة من العوامل المتنوعة. يتنوع الارتباط بين الطبقة الاجتماعية ومؤشر كتلة الجسم على مستوى العالم، حيث توصلت دراسة أجريت عام 89 إلى أن احتماليات كون المرأة سمينة في الدول المتقدمة قليلة، بينما لم تكن ملاحظة اختلافات ذات دلالة بين الرجال في الطبقات الاجتماعية المختلفة. ففي العام النامي تصيب السمنة النساء والرجال والأطفال في الطبقات الاجتماعية العالية بمعدلات أكبر، إلا أنه تم إجراء تحديثات لهذه الدراسات مرة أخرى في عام 2007، فوجدت نفس العلاقات لكنها كانت أضعف، وقد اعتقد أن انخفاض قوة الارتباط يرجع إلى آثار العولمة، كما نشأت علاقة ارتباطية بين مستويات السمنة عند الراشدين ونسبة المراهقين بالدول المتقدمة والذين يعانون من البدانة مع تفاوت الدخل. هذا وقد وجدت علاقات مشابهة بين الولايات المختلفة بدولة الولايات الأمريكية، حيث وجد أن المزيد من الراشدين حتى في الطبقات الاجتماعية الأرقى يعانون من السمنة في ولايات غير متساوية في الداخل. تمت صياغة الكثير من التفسيرات للارتباطات القائمة بين مؤشر كتلة الجسم والطبقة الاجتماعية، حيث يعتقد أن الأغنياء في الدول المتقدمة يستطيعون الحصول على المزيد من الأطعمة المغذية، إلا أن الضغط الاجتماعي يدفعهم إلى الاحتفاظ برشاقتهم، كما أن لديهم المزيد من الفرص جنبا إلى جنب مع التوقعات العريضة بالوصول إلى اللياقة البدنية. أما في الدول النامية، فيعتقد أن القدرة على شراء الطعام واستهلاك الطاقة العالي
مصاحب للعمل الذي يتطلب مجهودا بدنيا والقيم الثقافية، والذي تفضل أحجام الأجسام الأضخم، تسهم جميعا في تلك الأنماط التي تمت ملاحظتها. كما أن الاتجاهات نحو كتلة الجسم التي يعتنقها الأفراد قد تلعب دورا كبيرا في إصابة الفرد بالسمنة. هذا وقد وجد ارتباطا في تغيرات مؤشر كتلة الجسم على مر الوقت بين الأصدقاء والأبناء والأزواج والزوجات. كما يبدو أن التوتر والمرتبة الاجتماعية التي ينظر إليها على أنها متدنية يزيدان مخاطر الإصابة بالسمنة. كما يلعب أيضا التدخين دورا هاما في التأثير على وزن الفرد، فهؤلاء الذين يتوقفون عن التدخين من الرجال يكتسبون في المتوسط 4.5 كيلو جرامات، أما النساء فيكتسبن 5 كيلو جرامات على مدار 10 سنوات. على الرغم من ذلك، فإن لتغيير معدلات التدخين تأثيرا ضعيفا على المعدلات الكلية للسمنة. يرتبط أيضا عدد الأبناء الأسرة الواحدة في الولايات المتحدة بمخاطر إصابته بالسمنة، حيث أن احتمالية إصابة المرأة بالسمنة تزداد بنسبة 7% مع كل طفل، بينما تزداد احتمالية إصابة الرجل بنسبة 4% من كل طفل أو مع كل طفل. يمكن تفسير هذا جزئيا بأن وجود أطفال معاليين يؤدي إلى انخفاض المجهود البدني الذي يبذله الآباء في العالم الغربي. هذا ويلعب التمدن والتحضر في العالم النامي دوره في زيادة معدل الإصابة بالسمنة في الصين. يلاحظ أن المعدلات الإجمالية للسمنة أقل من 5%. على الرغم من ذلك، فإن معدلات الإصابة بالسمنة تزيد في بعض المدن عن 20%. كما يعتقد أن سوء التغذية يلعب دورا في ارتفاع معدلات الإصابة بالسمنة في سن صغيرة في دول العالم النامي. إن التغيير في إفرازات الغدد الصماء والذي يحدث أثناء فترات سواء التغذية قد يدعم من عملية تخزين الدهون بمجرد أن تتاح المزيد من السعرات الحرارية. أما بالنسبة للعوامل المعدية، فما زالت دراسة آثار العوامل المعدية على عملية التمثيل الغذائي الأيض ما زالت في مراحلها الأولى، حيث وجد أن الطفيليات المعوية تختلف فيما بين الأفراد المصابين بالسمنة والنحيفيين. فتتوافر أدلة أن طفيليات المعدة عند كل من المصابين بالسمنة والنحفاء تؤثر على القدرة الأيضية للأفراد، حيث يعتقد أن هذا التغيير الواضح للقدرة الأيضية يتم بهدف منح سعة أكبر للحصول على الطاقة، مما يسهم في الإصابة بالسمنة. هذا ولم يتضح بعد سواء كانت هذه الاختلافات هي سبب مباشر للسمنة أم نتيجة لها. كما وجد أيضا ارتباطا بين الفيروسات والسمنة في البشر والعديد من فصائل الحيوانات المختلفة. ومن المقرر حاليا أن يتم تحديد مدى إسهام هذه الارتباطات في ارتفاع معدل الإصابة بالسمنة. هكذا انتهينا اليوم من هذا الجزء، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.